السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بالنسبة للطلبة والطالبات اللي عندهم بكالوريا زائد اثنان، يعني باك بليس دو، في مختلف التخصصات الأدبية العلمية التقنية، يعني مثلا نقول باك بليس دو تكنيسيان سبيسياليزي دوك دوس دوب دي تي، يعني اللي واخدين ديبلوم في اليو اس تي والبي تي اس، وبغيتي دير ليسونس بروفيسيونيل او لا ليسونس ديكسيلونس. راه ديجا شرحنا الفرق ما بين ليسونس بروفيسيونيل وليسونس ديكسيلونس، قلنا راهما نفسهم غير الاختلاف في السميه فقط. يعني انت ديجا عندك باك بليس دو كتدخل كتقرا عام سواء في ليسونس ديكسيلونس او لا في ليسونس بروفيسيونيل وكتاخد ليسونس ديالك. هذا الفيديو ده خصو الناس اللي بغاو يديروا هذه الاجازه هذه في في الكليات والمدارس اللي تابعين جامعات بنوزور باكادير. اذا تبع معنا هذا الفيديو حتى الاخر باش تدفع لهاد الاجازات هذو. قبل ما نبداو كنتمنى انكم يعني تشتركوا في لاشين وتبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم. بالنسبه لي اول مره كنتعرف على القناه انفو توجيه، كنحطوا فيها لي فيديو ديال التوظيف وكذاك ديال التوجيه المدرسي كما كتشوفوا. هذه المقاله هذه غتلقاوها في صندوق الوصف، غنبقى نحط لكم فيها فيما تزاد شي ليسونس بروفيسيونيل او لا ليسونس ديكسيلونس، راه غادي نحطها في هذه المقاله. حاليا يلا بديت ما حطيتش فيها بزاف، ولكن كل نهار غادي نبدا نحط فيها داكشي اللي تيتلاح. بما اننا كنتكلموا على جامعه بنوزور، اذا نعطيكم بعض الامثله، ماشي حيت ما كفانيش الوقت ما حطيتش كل شيء، ولكن راه ملي غنمشيو للسيت كيبان لك كاع لي ليسونس اللي خارجين. كما تعرفوا جامعه بنوزور تابعه على الكليه متعدده التخصصات بورزازات، فيها واحد الفيليير ديال الفيلم تكنيكي ايزيتيك، فيها كليه الشريعه ايت ملول، يعني كما قلت لكم باك بليس دو دوغ البي تي اس دي تي اي حاجه، واخا تكون ادبيه ولا علميه بطبيعه الحال على حسب الدبلوم ديال على حسب التخصص ديالك راك تدير ليسونس. ماشي انت عندك مثلا دوك في القانون غتمشي ديرو في الميكانيك، هذه كنظن راه واضحه. كاين ايت ملول هادو هما لي فيليير اللي كاينين، كاين كليات العلوم القانون الاقتصادي الاجتماعي بايت ملول، كاين كذلك كلية العلوم القانون الاقتصادي باكادير، كلية العلوم بحال هكا، وكاينين بطبيعة الحال داش كليات اخرين، غير مازال ما ساعفنيش الوقت باش ندير بزاف باش نحط لكم كاملين، وكاين كل مرة نبدا نحط لكم. غادي نجيو غندخلو اي بالنسبة للورزازات ايت ملول اكادير نفس الليان، كلشي بحال بحال نفس الليان، نختارو الليان كيما كان بحال هكا. شنو خاصك دير؟ تفتح حساب ديالك، غادي دير الجيميل ديالك، تاكد ان داك الجيميل راه خدام وكتعرف تدخل ليه، وكدير بطبيعه الحال تكوشي هذا المربع هذا ودير كخيي لو كونت. من بعد هنا كيطلبوا منك انك تدير واحد المود باس، كديرو هنا وكتعاود تكونفيرمي هنايا، ماشي ديال الجيميل، مود باس باش تعقل عليه باش تدخل للحساب ديالك ودير اونغوجيستري. هنا باختصار تيقول لك راه صيفطنا لك واحد الليان في الجيميل اللي انت تسجلتي به باش تكونفيرمي الحساب ديالك. الا ما لقيتيهش في البواط دو ريسيبسيون غتلقاه في السبام. اذا غندخل للجيميل ديالنا كما كتشوفوا كنلقاو صيفطوا لينا سير بلاصه، هو في هاد البلاصه بحال هكا كتجي كت هنايا، نفتحوا الرساله و تنكليكيو في هاد اللين هذا، هو اللي غادي نكملوا فيه التسجيل هاد اللين باش نكونفيرميو الحساب ديالنا. هنا كيطلبوا منك انك دير كود مسار ديالك ولا السي ان او. شنو هو السي ان او؟ هو كود ناسيونال دي ليف. قبل من 2016 ما كانش كود مسار، كان هاد السي ان او. المهم اللي كان عندك ماشي مشكل، عندك سواء السي ان او ولا كود مسار راه كتلقاه، هو موريك فين غادي تلقاه، تشد شهاده البكالوريا ديالك وغتلقى داك الرقم اللي كاين هنا هو كود مسار، و الا كنت عندك باك 2015 2014 ولتحت راه غتلقى السي ان او، يعني نفس الارقام غطابيهم هنا وكدير العام اللي خديتي فيها البكالوريا وكدير اونغوجيستري. من بعد تيطلعوا لك هذا الميساج تيقول لك يعني تاكد ان المعلومات اللي غتدخلهم غيكونوا صحاح، يعني ما تحاول انك ما تغلطش فيهم، كدير جو كونفيرم باش تدوز للمراحل التاليه. واحد الملاحظه نسيت ما قلتهاش لكم، بالنسبه اللي عندهم كود مسار راه غيدخل كود مسار عادي، بالنسبه اللي ما عندهمش كود مسار اللي واخدين الباك في 2016 2015 ومن تحت عندهم السي ان او. السي ان او كتلقى فيه 8 ارقام، فاش كدير اونغوجيستري تيقول لك لو سي ان او دواتيتر دان طاي دو ديس، يعني خص 10 ديال لي شيفر هنا. شنو غادير؟ بحال دابا السيد هذا خدا الباك في 2008، ملي كيكتب كود ما داك السي ان او ديالو كيزيد 0.8، يعني 2008 خديتي الباك انت في 2010 كدير 10، خديتي كتزيد 10 هنا، خديتي في 2012 كدير 12، يعني دائما كدير جوج ارقام الاخرى كتزيدهم هنايا. اما بالنسبه اللي عنده كود مسار راه غيدوز ليه عادي نيشان. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد المعلومه.
من بعد كبدا تعمر لنا لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالك، داكشي راه عادي، ماشي شي حاجه اللي كتحتاج الشرح، هي كتعمرها هنايا عادي. داكشي كتنزل تحت راه انفورماسيون دو سور لو بير، يعني المعلومات ديال الاب ديالك، السميه، الكنيه ديالو، المسائل، شنو كيدير، الخدمه ديالو. الا كانت توفى راه كتكوشي هادي هنا، فوتر فوتر بير ايتي ديسيدي، الا كانت توفى كتكوشي هادي، وكذلك تاريخ الوفاه. الا كان باقي في الحياه صافي، راه كتختار المهنه ديالو، الا ما خدامش راه كدير الصون ولا شي حاجه مقلب. هنا شنو دايرين، كاينين الا ما كتش كاع الخدمه ديالو هنايا سون امبلوا، الا ما كتش الخدمه ديالو في هاد البلاصه كدير اوتر، يعني خدام شي حاجه اخرى، مو داكشي راه واضح. نفس الشيء كديرو بالنسبه للام ديالك. هنا انفورماسيون غولاتيف ا لا سيونس مالادي اوبليغاتوار، مزيان. انا قال لك سي فوزافي ان نيميرو دوكو، انا الا عندك البنك، الا عندك الحساب بنكي في السميه ديالك، كدير داك الريب اللي فيها 24 رقم كديرو هنايا، ما عندكش خليها خاويه. انا افيفو ان اسيرونس اون اسيرونس ميديكال، واش عندك لاسيرونس ميديكال؟ الا كنت غالب، الا كنت تحت 21 سنه، تندوي مع الناس اللي عندهم 21 سنه، 20 سنه، 19 كذا، راه غتكون باقي، راك باقي تابع لاسيرونس تاع ولي الامر ديالك، سواء الاب ديالك ولا الام ديالك، داكشي داك اللي متكلف بك. الا كان موظف مع الدوله غتكون عنده كونوبس، الا كان في شركه خاصه غالبا غتلقى عنده لاسينيسيس، هي كيس فين هي، لا ماشي ماشي هادي، كي سميتي المهم لاسينيسيس فين هي، المهم لاسينيسيس قلبوا عليها باش ما نضيعوش الوقت. او لا الا كان باخدنا في شي شركه متعاقده مع شي اسيرونس خاصه بحال دابا اتالانتا ولا شي حاجه بحال هكا، تقلبوا. الا ما عندكمش لاسيرونس كاع، راه كدير اوكين فين هي اوكين اسيرونس، مهم تقلبوا على اوكين اسيرونس في حالتي الا ما عندكمش كاع كدير. ولا عند الا عند الا ك... الا هيا اوكين اسيرونس ما عندكمش كاع بحال هكا، وكتكمل اونغوجيستري. من بعد كيطلبوا منك هنايا لي بيس جوانت، الصوره تاعك تكون بحال هكا، يعني ما تكونش عطيك لي زيكزامبل، تكون عاديه ماشي كدا، يعني صوره مضبه اولا داير نظاظر ولا شي حاجه، ما تفوتش واحد ميكا. والوجه ديال لاكارت ناسيونال تصورها بالتليفون، الوجه ديال لاكارت ناسيونال والظهر ديال لاكارت ناسيونال دير اونجيستري باش تدوز عاوتاني للمراحل المواليه. من بعد فهاد المرحله هادي كيقولوا لك شنو اللي من حقك انك تسجل فيه، تيك من حقك انك تسجل في الماستر، من حقك انك تسجل في ليسونس، هاي باركور ديكسيونس اللي هي الاجازه، اجازه التمييز اكسي اي 5 و اي 6 يعني العام الثالث كتغرى عام واحد، اولا ليسونس بروفيسيونيل اكسي على تروازيام اني. راه ديجا اللي مازال ما فهمش شنو الفرق ما بين ليسونس ديكسيلونس و ليسونس بروفيسيونيل، راهما بحال بحال غير السمي مختلفه. ليسونس ديكسيلونس كتقرا في لي فاكولتي في الكليات، و ليسونس بروفيسيونيل كتقرا مثلا في لي اس تي، كتقرا في لونسي جي، تقرا في لينسا، في لينسا، يعني اي حاجه، اي مدرسه ماشي كليه كتسمى ليسونس بروفيسيونيل. اما هما راه بحال بحال، المهم حقك انك تسجل هنا وتسجل هنا، ما كاين حتى شي مشكل. فيما لقيتي شي فيلير ديال ليسونس سوا ديكسيلونس سوا بروفيسيونيل، طالبه ديبلوم اللي عندك دفع ليه، ما كاين حتى شي مشكل. اذا غادي ندير مثلا بري انسكريبسيون ليسونس، نبدا بهذه الاولى ونشوف شنو طالعين ليا. كليك هنايا، هنا تيقول لك واحد التحديث، تيقول لك التصاور اللي لنا لي فوتو اليزيبل نو سورون با بريزون كونت، يعني شي داروا لك مثلا قال لك انا صورنا الباك ودرتي متا باك ما واضحش، صافي داكشي راه ما كيعتبروه، ما كياخذوش بعين الاعتبار وتيدوزو. انا اش كيقول لك سبيسياليتي ديال الباكالوريا ديالك، اش من باك عندك كتختار من هنايا، اش من بروفانس فاش خديتي داك الباك، هادشي كامل كتلقاه في هاد لاش ديال الباكالوريا ديالك، كتلقى هنايا العماله اللي انت نورمال خصك هادشي عارفو، يعني بلا ما تبقى تقلب. الاكاديمي كذلك، شمن اكاديمي غتلقى عندك هنا في هاد البلاصه هادي في الباكالور ديالك، لو مويان جينيرال باش خديتي باش نجحتي في الباك كتكتبو هنايا، وكتشد الباكالوريا ديالك وكتصور، كتصورها بحال هكا هنا، كتزواني من بطبيعه الحال، ودير هنايا فوتو دو فو باين النقط، باين النقط ديال الباكالوريا حتى هو كتزواني هنا، وكدير اونجيستري. من بعد كيعطيوك تدخل المعلومات ديال الباك بلس ان، شنو قريتي في الباك بلس ان، تيقولك اني اونيفرسيتي دو فوتر باك بلس ان، كتقل شنو هو العام الدراسي اللي قريتي فيه باك بلس ان، كتختارو من هنا. شوازيغ اون اونيفرسيتي، فين قريتي انت داك الباك بلس ان، وقريتي واش قريتيها في شي جامعة من الجامعات، ها هما كاين هنا جميع الجامعات ديال المغرب هما هنا، قريتيها في لوف بي بي تي، ها هي قريتيها في ليسي تكنيك فين تيقراو البي دي اس وكدا، ها هما هنايا. اذا انت كتختار على حسب فاش قريتي. سبيسياليتي ديالك هنايا غتقلب هنا،
واش ديوتي يعني توتوبس اللي قرا في ديوتي يعني لو اس تي ايوا كيدير هادي قريتي في دي تي اس جيستيون كتقلب هنا يعني في البي تي اس بريميراني ها هي دي تي اس كوميرس ها هي دي تي اس يعني دي تي اس راهي ديبلوم تكنيسيان سبيسياليزي باش تكونوا عارفين لي دي تي هي لي بي تي اس المهم كل واحد يقلب على حسب شنو قرا هو. من بعد انت تقول البروفانس اللي انت داك العمل اللي انت قريتي فيها ولي طابليسمون تقدر تكتب السمي ديال الكليه ولا ديال اليو اس تي ولا ديال البي تي اس ولا ديال دي تي اس اللي قريتي فيها سيستيم دو نوت كما تعرفوا بالنسبه للتقرا اللي عنده الدوك راه تيقراو مثلا اس ال اس دوك دا كيخدموا بلي سيستيم ديال لي سوميستر بالنسبه لو لو في بي بي تي او البي تي اس ما تيخدموش كتخدموا بلا مويان يعني شحال شتي في النقطه في العام الاول شحال شتي في العام الثاني كتختار هذا داكشي باين اللي قرا في لافاك راه كيخدم بلي سوميستر كيدير هكا من بعد كيدير المويان ديال الاس ان المويان تاع الاس 2 قريتي في البي في لو في بي تي تيقول لك لا مويان جينيرال ولا بروميير اني بور لو في بي تي انا كدير شحال شحال جبتي في العام الاول ديال لو في بي تي ولا في البي تي اس هنايا فوتو دو فوتر روليف دو نوت داك باين النقاط ديال داك العام الاول سواء ديال الدوغ او ديال البي تي اس كتصورو وكديرو هنا ودير اونغوجيستري. بالنسبه لهاد المرحله ديال الباك بليس دو نفس الشيء ديال الباك بليس ان زيد عليها بعض المعلومات انا تيقول لك شوازير لاني دو بونسيو دو فوتر ديبلوم امتى العام اللي خديتي فيه الديبلوم ديالك كتختار هنا شوازير لونيفرسيتي نفس الشيء اللي اختارتي في البريمير اني راني راه نفس المؤسسه قريتي فيها سواء لو في بي بي تي ولا الجامعه ولا كذا للناس اللي عندهم الدوك سبيسياليتي تاع الديبلوم ديالك وتقلب عليه الدوك ديوتي يوتي دو انجليز كلشي راه كاين هنايا كتختار فقط البروفانس نفس العماله اللي العمل اللي قريتي فيها السميه ديال المؤسسه اللي قريتي فيها سيستيم دو نوت غادي تشرحناه شنو انت على حساب شنو وفوتو داتيستاسيون او ديبلوم يعني كتصور الديبلوم ديالك كديرو هنايا وكتصور بيان النقاط تاع الدوزيام اني ديال ديال باش خديتي الديبلوم وكديرو هنا دير اونغوجيستري. من بعد كما كتشوفوا تيطلع لي هذا الميساج هذا هذا الميساج ماشي بالضروره انه يطلع لك انت انا غنشرح لك بحالاش انا قال لك سولو لي زانفورماسيون فورني اوكين فيلير ني تروفي بور فوتر سبيسياليتي دون سات كاتيجوري حنا شنو اختارينا في الاول اننا نسجلوا في ليسونس ديكسيلونس باش دخلت لهم المعلومات ديالي قالوا لي ما كاينش شي فيلير اللي كتوالم داك المعلومات وداك الدبلوم اللي انت دخلتي اذا الدبلوم ديال هذا السيد هذا ما عندوش شي حاجه في داك ليسونس ديكسيلونس انت ماشي بدر اني طلع لك بحالي دخلتي الدوك ديالك البي تي اس ديالك اولا تكنيسيان سبيسياليزي راه الا كان التخصص ديالك مطلوب راه غيطلعوا لك لي ليسونس ديك سيلونس اللي تقدر انك تدفع ليهم وكتختاروا. بالنسبه لي طلع لك بحال الحاله هذه عرف بان ليسونس ديك سيلونس ديالك اما عندك ديبلوم قديم اما بزاف ديال الحوايج ما تقبلش. اذا نكملوا بعد الاذان. اذا كما قلنا على حسب الحاله ديال الديبلوم ديال التخصص ديالك هذا ما كاينش ان ما عندناش الحق نتسجل مازال كنمشي لكونديداتور بحال هكا كما قلنا هذه طلعت ليا في ليسونس باركور ديكسيلونس هاو كنعاود نذكر فقط قالوا لي راه ما عندكش شي حاجه اللي كتوالم على حسب المعلومات اللي دخلتي حتى شي فيلير ما كتوالم داكشي ديالك كنمشي مره اخرى ندير كونديداتور وغندير ليسونس بروفيسيونيل غنلقى بان كاين اللي عندي الحق نتسجل فيهم كندير بري انسكريبسيون في ليسونس بروفيسيونيل هما طلعوا لي ونعاود نذكر عاوتاني ماشي بالضروره طلعوا لي جوج شنو طلعوا لي انا طلعوا لي ديال طلعتي ديال اليو اس تي الميم عاوتاني طلعتي ديال لو اس تي لايوم انت على حسب راه كيدو حتى لا كان ديبوم ديك قديم بزاف ما كيطلعوش لك بزاف انت يقدر يطلعوا لك بزاف طلعك ديال لو اس تي كلمي لو اس تي اكادير طلعك ديال فاكولتي دو سيونس يطلعوا لك بزاف ديال المؤسسات اللي تقدر انك دير فيهم ليسونس بروفيسيونيل ولكن ما تنساش ان عندك الحق انك تسجل دابا حيت طلعوا لي انا غير جوج شنو قالوا لنا قالوا لنا عندك الحق انك تسجل في ثلاثه ديال المؤسسات كندوي مع الناس اللي غيطلعوا لهم بزاف ديال المؤسسات مثلا طلع لهم ايت ملول اكادير العيون لوستيك الميم كذا 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 كل عندك الحق تسجل فقط في ثلاثه وكل مؤسسه ما تفوتش فيها ثلاثه الاختيارات هما عطينا لك هنا. اما بالحاله ديالي انا لا تسجل طلعوا لي اصلا غير جوج مؤسسات اذا شنو قال لك ايكول سوبر دو تكنولوجي الميم كيوقع التخصصات اللي تقدر انك تسجل فيهم هذا علاش دابا كنعاود الهضره حيت كاين ناس اللي يلاه دابا يلاه خداو الدبلوم ما كيعرفوش هذا السيستيم هذا ديال بنو زهر راه انت تقدر انك عندك واحد التخصص ديال ليكونومي ولا شي حاجه وتدخل ماشي تشوف لو اس تي تقول راه حكا فيها غير لافورماتيك فقط راه لا فيها بزاف ديال ليسونس بروفيسيونيل غير انا كيطلعوا لي داك الشيء اللي نقدر انا نديرو على حسب داك الشيء اللي دخلت. اذا مثلا ديال الكلمي غندير انفورماتيك ديسيزيوني ستاتيستيك نختار هذه نختار هذه هذا ماشي بالضروره عشان انك تختار كل شيء اختار غير اللي بغيتي انا نختار هاد الجوج عشان كتعطي لي لو اس تي ديال العيون عطاتني ستاتيستيك انفورماتيك ديسيزيوني اذا نختار حتى هي
ولكن الا كنت مثلا انا بغيت مثلا بغيت غير هذه بوحدها نقول شي بوحدها، ماشي نبدا نختار كل شيء. كنتمنى يكون الامور واضحه، ونعاود نكرر داك الاختيار اللي كيبان لك هنا راه على حسب التخصص ديال الدبلوم ديالك. الا غندير اونغوجيستري انا كيطلع لك ميساج اخر تيقول لك يعني بحال اللي كتاكد ان المعلومات دخلتي راه صح، كدير جو كونفير ومن بعد صافي هما هما لي فيلير اللي انا اختاريتهم. كندير تيلي شارجي لو روسي باش نخلي عندي الروسي ديالي. الروسي راه عادي فيه التصويره ديالك تلقى فوق التصويره ديال كل المعلومات ديالك، وديك لي فيلير اللي انت اختاريتي مثلا انت اختاريتي بزاف غادي يبان لك بزاف. قضيه واحده اخرى غادي يجي شي واحد يقول لي حكا امتى غنعرف راسي واش تقبلت ولا ما تقبلتش. انت شنو اختاريتي دابا؟ اختارت مثلا ايكول سوبر دو تكنولوجي كلمي، خصني نبقى نشوف السيت ديال لو اس تي كلمي. ادخل لو اس تي كلمي النهار فاش غادي يلوحوا فاش غادي يلوحوا لي ليست غيلوحوا في السيت ديالهم. عاوتاني كنمشي مثلا لو اس تي كلمي ما هم بجوج، عاوتاني لو اس تي العيون انت تسجلتي مثلا تمشي في شي ليسونس ديكسيلونس او لا بروفيسيون مثلا في اي تملول او لا في تارودات، غتدخل دائما ديك السيت ديال ديك الفاكولتي ديال ديك المؤسسه هو اللي كتشم تما فين كيلوحوا الليست ديال الناس اللي تقبلوا باش يجي يدوزوا الكونكور. كما قلنا امتى اخر اجل ديال الترشيح الالكتروني هو 17/9، اذا راه مازال الحال باش انك تدخل للسيت باش تشوف الجدول الزمني راه دايرين. ها هو السيت كيطلع لك البروفيل ديالك، غندير كيتي باش نخرج كاع نخرج من البروفيل ديالي. ملي بغيت ندخل مره اخرى راه كندخل بالمود باس بداك الشيء المسائل اللي سجلت بهم النهار الاول. قلنا بالنسبه لا فين هي الاجازه واجازه التمييز فيها حتى ليسونس بروفيسيونيل اخر اجل هو هي هي 17 سبتمبر، المباراه اجراء المباريات والاعلان عن النتائج النهائيه من 18 ل 23. اذا انت ابتداء من 18 من 17/9/18 تبقى تدخل عفوا للسيت ديال داك المؤسسات اللي انت اختاريتي فيهم داك الفيلير باش تشوف واش تم الانتقاء ديالك. كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله.